وين اخوكم عبادة؟ امي قال نزل على الاس واي كيكي يشتري لبس العيد. لا هي صارت حلوه صارت حلوه. الو ايه امي؟ شوفوا لك حيوان معك حللنا سلسة لهما، يا بتجي هلا بكرامتك يا بتجي بملخك من شعرك قدام الناس، انت تختار. امي طولي بالك تعمليها؟ بعمل افظع منها لسه. جايكي جايكي خلاص جايكي. يا عمي محمد يا امي وينك؟ امي وين دارك فيه؟ وينك ماما؟ محمد قلبي محسسني في شي جريمة، ايش عملوا لك؟ امي قلبي محسسني عمل لك شي عملة، ايش عامل؟ انت دائما تظلميني ها؟ في النا بالموضوع، مالي مرتاحة، ايش عامل؟ لا ولو، امي وسخي بابنك واسفك. كان ولا وين وصلت لاسطنبول؟ تعتوسي الحمد لله عمي، خلصت امتحانات وعطلنا خالصين، عيدت طرعيني نزل على الارض، في شيء عم بستناكي. اوعك عمي اوعك اوعك، طول شهر رمضان عم بنهان بالدراسة والنسيان، تركينا تنفس وهذا هلا عطل بسرعة بدون ما اسمع ولا حرف، بدون ما اسمع حسك، بتشيلها صوتهم بالساحة وبتبلشي من فوق، مسح بالدرج من فوق تحت يلا ما رح اعمل شيء تركيني ارتاح بقى. وإذا انطردنا بقى هيك ركن بسيطة، أنا بفرجيك. يا ربي ليه يا ربي ليه 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 يا اللهم الاحتراد يا ربي ليه. ايش هالنشاط هاد؟ بلشت ريح النظافة تعفعف، بسرعة خلصي من هون بدك تدخلي على الحمامات، لا تركعي يلا خلصيني. اسعي هيك اسعي هيك دقطة اسعي. تفضلي تفضلي اسعي ودي عنا يابا يلا بسرعة. يا ربي دخيلك ما عاد عارف منين بلش ومنين عيف. امي وبعدين مع الحالة افتحي الباب بقى التهي بدراستك وهي الافطار صار عندك بس قدان باكل. طيب هاتي الموبايل شوي هاتي الموبايل شوي. ما حذرت خلص امتحاناتك بعدين تاخد تليفون، غير هذا الكلام ما في. لا حول ولا قوة الا بالله. اشوف شو اتصار وزني برمضان، اكيد عرفت لي 4 5 كيلو رقد. لا انا هيك طلعت روحي يابت، لازم املص من البيت باي طريقه.
هذا مش عم يعمل. يا اخي انا ما بيشغلني، انت لما جيت قلت لي ديني دينتك، لما دينتك دينتك يا عيني علي، يا خلينا على العيد وما توفين وما معناك بترن، رجعني المصاري احسن لك. ايوه كنت ترى اذا ما رجعتهم انا زبون دوين بسوء التهديد. ايوه شر مالك يفتح الله عليك. شكله الكلمتين الله واضح. طب شو فكرة بس هي مع المفتاح. شوفوا الحقير أخذ الموبايل. ألو مرحبا أبو شريك. عبادة شلون صار واتصلت يا عاطل؟ ايه هلا نزيل لكن نزيل عم استناك تحت. انا نزيل متعاطب تحت. يلا طيب يلا جايك. يخرب بيته بدي اتغداني قبل ما اتعشى فيه. وينك يا زلمة؟ شفتك؟ لك امي حبستني بالبيت واخذت مني التليفون وخلتني اختلي بالبيت يا زلمة. كل هذا مشان الامتحانات؟ ايه والله شايف، ما هو شو بيعرف بالله. محمد ماما وينك؟ ما بيرد. ماما وينك؟ عجبوها على البرندة؟ يا ماما وينك؟ قولي قولي لك هنا اسد لك انت سخرك على البيت. اقسم بالله جاي على بالي اترك الدراسه وراح اشتغل بياع فلافل. الو يا ابن السلام، مين جاب الكاب على بيتنا؟ والله بس انا شكلي افرمك انفلت البنات حيل. الله لا يوفقك. طولي بالك ماما، طولي بالك طولي بالك امي، طولي بالك. تمام ايش فيك؟ تمام طولي بالك. ولك جايب لي كلب على البيت؟ والله ما امسكك لاشقك. تعال يا ابني تاخذ كلب. تعال لك. ايش بقى؟ ايش في؟ امي شافت كلب اللي انا جبته. كلب؟ صغير تجيب لي حياة على البيت. والله المرة اطلع بروحك. مرة صغير تجيب لي سعدين ورود. لا لا ماما طولي بالك، هلا باخذها واروح. التوسي تعال بابا. وين بروح فيك؟ حط الحمام. تعال
انت شو عم تحكي؟ مستحيل مستحيل اخذ كلب على البيت انا عندي، اقسم بالله امي اذا بتشوفه بتقلعني او بتقلعه. وين عم تحكي انت؟ ابشرك والله العظيم كثير أليف، اذا بتشوفه على البلكون بتنساه، لا حس ولا خبر. ماشي امري لله. وين بدك تعطيني اياه؟ تجيبه لهون؟ لا لا بدي اعطيك اياه بالبيت. امشي معي امشي. الله يستر من مصايبه هيك. بدي اعطيك كلب زهيري. شوفوا المسكين قد ما درس وتعب راح نام. روح إلهي يا عبادة اطلع من الأوائل. ما بدي أزعجه خليني إياه. عبادة خليكم تمام؟ بدي أطلع جمع الكلب من الحمام وأجي. ماشي؟ بسرعة 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 خلوا بيتك وانتوا مصايبك. مين طلعت اللي أنت؟ مين إجا؟ سمعت صوت الباب انداق؟ مين اجا كمان؟ لكن ايش عرفني؟ يلا مين؟ مرحبا ام خميس، شلون تقبريني؟ مين؟ ام عبادة لك يا اهلين وسهلين تقبريني، تفضلي. هاي امي امي الله يجي تفضلك يا مبجر يا مقدر انت. في حدا؟ خلي خلي ايش بدك على الله؟ ايش عرفني؟ كنت بدك على البلوي ايش نعمل؟ اعطيني الكلب خلينا نروح فيه. اوف اوف الكلب الكلب مخبي بالحمام شو؟ قلت انت ما بتسالي علي؟ اجي انا اسال عليك واخذ اخبارك. شلونك تقبريني ان شاء الله بخير؟ ايش تسوي تقبريني قولي لي؟ عاملين لنا فنجانين قهوه وكتري بالنت، بعرفك كحتي لانه لا يا مو بعدها الله يسامحك، دقيقتين تكون القهوه جاهزه. امي جاي المطبخ. ايش في عمو لسه فين هون انتوا على الدور؟ والله يا عمو هتسكن طابع رابع بس ما شاء الله هذا عنده حديد حيوانات بالبيت، اذا بدكم تطلعوا لعنده طلعوا بتكلف مصاري. معكم مصاري؟ ايه معنا مصاري. برافو عليكم عمو اللي حافظوني الدرس. تاني مره كتروا بعضكم تمام؟ تعالوا كتار لعنك يلا على طابع رابع ورا بعض بدون صوت بدون صوت. انا بدي اقوم فوت ادخل على الحمام رح اعمل تحتي لانه Oh!